بدأ ولعه بالخدع السحرية قبل تعلمه القراءة، حيث كان في السادسة من عمره حين عشق هذا الفن، مدخلا الفرحة إلى قلوب من شاهدوا عروضه. ألعاب الخفة بدت معايا من وأنا في عمر 6 سنوات. أنا تعلمتها من جدي في أيام قديم الزمان، ورجعنا قبل الاتحاد. أجدادنا كانوا يسافروا للهند للتجارة، فجدي كان من الناس اللي كانوا يركبوا السفينة ويطلعوا للهند، وفي تريد وفي تجارة. كان هناك في الهند في سفرة من سفراته شاف ناس في السوق قاعد يعملوا ألعاب خفة، فكان جدي واقف يشوف الناس يعملون عروضهم هذه، فراح بعد ما شاف العرض المدهش للألعاب الخفة راح للليدر للجروب قال له أبغى أتعلم. قال أوكي بنعلمك مقابل مبلغ نقدي، فدفعنا مبلغ نقدي فتعلم. فجاء لدبي فحابب أن يعلم عياله اللي هو أبويا وأعمامي، فما حد منهم يبغى يتعلم. أنا كنت صغير على 6 سنوات، قال معين تعال براويك شيء. رحت عنده للغرفة قال شوف، أخذ درهم عض عليها ويوم طلعها بأسنانه طلع له من حلجة ولأنه هي مكسوسة نص. أنا انبهرت، كنت يمكن أسنانه قوية، كيف صارت الحركة هذه؟ وأنا قاعد أطالع الدرهم حركها ولأنه قلبت مرة ثانية درهم كامل. انبهرت، رحت الفريج جمعت لهم 20 درهم، قلت له لجدي هذا 20 درهم حول لي اياهم دراهم كويسه ابغى اشتري فيها دراجه هوائيه. قال لي ما اقدر، الدرهم اللي كان عندي درهم سحري لالعاب الخفه. دخول معين لعالم الخدع لم يكن مفروشا بالورود، وخصوصا في ذلك الزمن الذي كان كثيرون يعتبرون فيه العاب الخفه مرتبطا بالجن. ما وصلت للثانويه العامه رحت عند الوالد بعد ما خلصت الدراسه، قلت ابويا انا قررت ايش ابغى اسوي في حياتي من الحين ورايح. هو واقف يسمعني كله آذان، ها شو تبغى مستقبلك يكون؟ شو تبغى يكون عندك حياتك؟ قلت له أبغى أكون لاعب خفة. أنا ما وعيت إلا بذاك الكف يعني على وجهي. ظهور معين في عالم الخدع كان جريئا، حيث قدم عروضه بالزي الخليجي، الأمر الذي جعل المقربين منه ينبهونه من خطورة ذلك. قبل ما أطلع إعلاميا باسم معين البستكي كنت أعمل لي فيديوهات في اليوتيوب أسمي نفسي باسم نيكنيم مومي إلوجنز، وكنت ألبس جينز وهذا، وكنت نوعا ما أخفي الايدنتيتي مالي أساس أن الناس ما يقولوا هذا إماراتي قاعد يعمل هيك. فكنت أطلع بشخصية أتكلم فيها إنجليزي أساس أن الناس ما يعرفوا أن أنا من العالم العربي ومن الإمارات، خوفا من ذاك الوقت، خوفا من عدم تقبل المجتمع، عدم تقبل أهلي، عدم تقبل أصحابي باللي أنا قاعد أسويه. فيوم طلعت لي أول طلعة إعلامية تلفزيونية في واحدة من القنوات المحلية شاورت كثير من أصحابي أطلع باسمي، أطلع بالكندورة، أطلع لك عربي، أطلع تقول لا معين تطلع بما أنت عليه، اطلع باسمك واطلع بلوكك العربي وشوف خلينا نشوف العالم كيف حيتقبلون الموضوع. فطلعت والحمد لله بنقيض ما أنا كنت أفكر أنه حيصير لي هجوم، حيصير لي انتقادات، حيصير لي هذا، الناس حبوا المجال هذا. وينفي معين الاتهامات الموجهة للاعبي الخفة بممارسة السحر، موضحا أن عروضهم ليست إلا تسخيرا للتكنولوجيا في تنفيذ الخدع. احنا ما نبسحرة، احنا ما عندنا قدرات خارقة، احنا عندنا إمكانيات وتكنولوجيا وأشياء نستعملها كمعدات لإنجاز الأشياء اللي نسويها. بلغت شهرة معين أوجها بعد خدعه المثيرة كإخفاء الفنان عبد الله بالخير. خدع ضرب ضربة قوية وضخمة، يعني من الخدع اللي صارت اللي كانت هيك اللي هي خدعت إخفاء لعبد الله بالخير الفنان الإماراتي المعروف. فالخدعة كانت مع واحدة من القنوات المحلية أنه نخفي عبد الله بالخير ونرجعه، ففي البرنامج بالمشاهدين وبوجود 360 درجة من الناس اللي موجودين في الاستوديو أخفينا عبد الله بالخير من بيته، جبناه للاستوديو وأخفيناه من الاستوديو ورجعناه بيته. ولم تقتصر خدع معين على المشاهير العرب فحسب، وإنما استعرض عضلاته أمام أبطال المصارعة العالميين على أعلى برج في العالم. وشأن باقي المهن، يواجه معين بين الحين والآخر مواقف طريفة. من المواقف اللي صارت لي وأنا قاعد أسوق السيارة يوم من الأيام أن ما كنت حاطط حزام الأمان، فطلبوا من الشرطة أنه وقف على اليمين، دورية كانت وراي، يوم وقفت قال أبوي الليسن لو سمحت، فأنا أطلع الليسن أخفيت لهم إياها. انبهر الشرطي وكان ناوي أن يعطيني ذاك المخالفة، ولكن يوم شاف حركة الخفة وانبهر فيها ضحك وهون وقال بلاها. معين الذي لا يعرف المستحيل في ميدان الخداع
يكشف عن مشاريعه المستقبلية مفاجأة من العيار الثقيل. ما في شيء مستحيل في عالم ألعاب الخفة. الموضوع اللي أنا دائما أذكرها هي موضوع الطيران. أنا دائما أذكر أن أنا أبغى أن يوم من الأيام أقدر أن أطير في مكان معين في دبي، وإن شاء الله عن طريق أحد القنوات الموجودة في العالم العربي المشاهدين حيشوفون معين البسكي قاعد يطير عند معلم من المعالم الموجودة في إن شاء الله في دبي. لـNBC.net نورس خليل دبي.